عقد الملتقى التطوعي الأردني مؤتمراً في عمان، والذي شهد مشاركة واسعة من قبل المجتمع المحلي والشباب الطموح. واستعرض المشاركون في الملتقى أهمية التطوع في بناء وتعزيز المجتمع، ودوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. لقد عملنا جاهدين، نحن وحدة الملتقى بجميع أعضائها، بكل تعاون وتناسق وتكامل من مختلف الخبرات والأفكار، تكاتفاً مع باقي وحد البرنامج التطوعي، لنصل بكم إلى نتاج هذا العمل المستمر والدؤوب، آملين لكم الاستفادة القصوى من مهارات وعلاقات تضمن لكم الانطلاق في عالم التطوع الخاص بكم. أثنى المتحدثون خلال الملتقى على القيم الإنسانية والأخلاقية التي يمثلها التطوع، مشيرين إلى أنه ليس مجرد نشاط بل هو نمط حياة يعكس التضامن والتكافل الاجتماعي. الشباب اللي ينوي على التغيير الحقيقي، الشباب أصحاب الرؤية والهدف الواضح. فمجرد كل يوم بتطوع فيه بحس أكثر أني أنا جزء من هذا المجتمع، وأنه كل إشي ببذله لمجتمعي هو بالنهاية بيعود إلي بأشياء إيجابية كثيرة. عملي مع برنامج التطوع الأردني هو يعني على البودكاست والجهة الإعلامية، ولكن وجودنا اليوم في الملتقى كان مهتم بكثير جوانب لتشجيع التطوع وأهميته في المجتمع. هي خطوة الأساس، إحنا بنعلمهم كيف يبلشوا العمل التطوعي، وإحنا اليوم عم نعرض منتجاتنا. تمام؟ ايش هي منتجات؟ منتجات البرنامج التطوع الاردني، واللي هم الدليل، التقرير والخريطه. الدليل والتقرير هم للمساعده، التقرير بيدل على عدد المتطوعين اللي احنا ساعدناهم، الدليل لاي شخص حاب يبلش التطوع، والخريطه عشان تربط المتطوعين مع اماكن وفرص التطوع. انعكاس هذا الملتقى علينا وعلى فرقتنا التطوعيه وحتى على حياتنا المهنيه كمتطوعين يعني كان له اثر واضح فعلا. فاحنا اليوم موجودين حتى ندعم الشباب اللي بنظموا هذا الحدث، وحتى الشباب اللي جايين يستفيدوا من هذا الحدث، لانه في بيئه العمل واحنا بنشتغل عم بنشوف حوالينا فعلا اللي كان عنده حياه تطوعيه سواء في الجامعه او في حياته يعني اللي خارج الجامعه، في عنده بعض المهارات مختلفه تماما عن الاشخاص اللي هو فقط عنده بعض الخبره العمليه او المهنيه البحته اللي هي جت من دراسه ثم عمل. فالتطوع غير انه بنكسب فيه اجر وبنتقرب فيه لربنا يعني بنعطي زكاة وقتنا، احنا بنكتسب بعض المهارات الحقيقية اللي بتفيدنا في سوق العمل اليوم. اليوم التجمع بهذا الملتقى جمع أكثر من 500 شاب وشابة مهتمين بالعمل التطوعي، اللي هو أصلاً أحد أهداف أو الكور تاع برنامج التطوع الأردني، وهو أكبر برنامج تأهيل للشباب والعمل التطوعي. اليوم كثير مهم وكان كثير مليء بالفعاليات والجلسات الحوارية والجلسات التفاعلية اللي بتهم كل شاب وشابة مهتمين بالعمل التطوعي. بنصح كل حدا يتعرف أكثر على هذا البرنامج ويشارك فيه، لأنه بيهدف أنه يعزز المهارات القيادية الموجودة عندهم، وبالتالي كمان بيساعد على تشبيك العلاقات بينهم بين المؤسسات التطوعية حتى يكون عندهم الفرصة بأنهم يعززوا ويطوروا من مهاراتهم. وأكدوا أن التطوع يسهم في تعزيز روح الانتماء للمجتمع وتحفيز الفرد على المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية. احنا اليوم في ملتقى التطوع، هذا الملتقى اللي بيضم مجموعة كبيرة من الجروبات الشباب اللي من كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اللي بتسعى دائما لخدمة المجتمع المحلي. وأكيد هذا التطوع ما إجا من فراغ، إجا من دعم من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظ الله ورعاه لاهتمامه بقطاع الشباب، وطبعا أكيد تقديره لقدرة الشباب على العمل والتطوع والاستفادة وإفادة المجتمع. وأكيد في دعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله لفئة الشباب، وأكبر داعم لهم أكيد. إحنا بنوجد إنه الشباب لهم بصمة إيجابية وقادرين على التغيير في حتى في السياسة، مش بس بخدمة المجتمع المحلي. إحنا بنشوف حاليا في تعديل قانون الانتخاب، وأنه جلالة سيدنا بحث على وجود الشباب لقدرتهم وعطائهم وإثبات إمكانياتهم ووجودهم في المجتمع في بلدهم. التطوع هو الدرجة الأولى والخطوة الأولى بمشاركة الشباب المدنية لحتى يكونوا عم بفعلوا دورهم أكثر داخل مجتمعاتهم المحلية، لحتى تبني لهم طموحاتهم ومستقبلهم،
وحتى هم القادرين وهم خط الدفاع الأول حتى عن بلدهم وعن عمليات الإصلاح اللي عم بفكروا فيها للمستقبل باتجاه هذا البلد. مهم اليوم الشباب كلياتهم حتى اللي ما عندهم إقبال بأنهم يروحوا ويتوجهوا لحتى يشاركوا هاي المشاركات، يدوروا ويبحثوا عن فرص التطوع المناسبة لإنهم، مناسبة لشخصياتهم، مناسبة لطموحاتهم وحتى تخصصاتهم الجامعية، لحتى يكونوا عم بيبذلوا جزء بسيط مجاني من غير مقابل بحقهم وبحق بلدهم اللي بتستحق دائما من الأفضل. ويعطيكم ألف عافية، وفخورين دائما بالشباب المتطوعين والمبادرين سواء كانوا حضور أو مشاركين أو حتى داعمين بالفكر والثقافة وحتى داعمين إعلاميا لبعضهم، لحتى يكونوا عم بينجحوا عم بينفذوا كل هاي التطلعات والتطورات اللي إحنا بنحب نشوفها في بلدنا. تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة الشبابية يعد أمرا حيويا لتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة للأردن، وهو دليل على الثقة في قدرة الشباب على تحقيق النجاح والتميز في بناء مستقبل أفضل للجميع. راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.